لا تكاد تزور أي مستشفى إلا وتسمع حديثا بين الأطباء والممرضين عن نقص مخزون الدم بفعل تراجع عدد المتبرعين، تراجع يربطه كثيرون بحالة تخوف من انتقال فيروس كورونا رغم التدابير الخاصة التي ترافق العملية. من قبل كانوا الناس يتبرعوا بدمهم، في كي جاءوا الوباء هذا تاع الكورونا هذا، ولاو الناس يتخوفوا باش يروحوا المستشفيات باش يتبرعوا بدم، يتخوفوا بالك يعني العدوى تاع الكورونا. هي احنا نوجهوا نداء المتبرع للمواطنين، مواطنين بالغين 18 الى 65 سنه على صحتين جيده، يتوجهوا لاي مركز حقن الدم للتبرع بقليل 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 يعني بقليل من دمهم. بالنسبه للرجال اللي نجموا يتبرعوا 4 مرات في العام، النساء 3 مرات بالعام بدون خطر. مواطنون كانوا مواظبين على المشاركة في حملات التبرع بالدم أو يتطوعون من تلقاء أنفسهم حين تلقي النداءات، غير أنهم أحجموا عن الأمر منذ بداية أزمة كورونا، وآخرون لا يجدون مبررا لهذا التخوف طالما أن الإجراءات الصحية محترمة. ندرى في بعض زمر الدم مسجلة في خصوصا في الفلوريزيس نيجاتيف، يعني السالب، عندنا كاع لوريزي السالب يعني تلقاها قليل. كاين بعض الناس مسجلينهم عندنا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي في سجل، وين ما يكون استدير نقص في هذه نتصلوا بهذا الناس باش يمدوا لنا لهذا الزمر. اون غومارك في هذه الفتره العزوف تاع المتبرعين بالدم باش يجوا يمدوا الدم تاعهم خوفا من لوبيتال، باسكو لوبيتال هو لو فواي بون فيه لوسبيتاليزاسيون تاع لي مالاد كوفيد، دونك الناس تخاف تجي لوبيتال. ما نحاف والو، انا كنت نحي الدم، انا عندي لاكارت دونير، يعني الشباب يعني لو كانوا يحبوا يخدموا الخير يعني ينحوا الدم للناس نورمال، ما فيهاش حتى مشكل، علاش يخافوا؟ نورمال ينحي الدم، وانسان صغير مازال بصحته الله يبارك الحمد لله ينحي الدم لابن عمو. كورونا دير الاحتياط تاعك، دير امور تاعك مليحه فيك كيما لازم الحال، ولا قدرت تدير حاجه ديرها لله سبحانه وتعالى ربي اجرك. ما راني مريض فقر الدم لوبيتال بلاتو بافيون 5 مركز هنا تاع الدم، نلزم المحسنين يجي يتبرعوا لنا بالدم علينا وصحاب كونسيرت نقص في ندرة الدم وأجركم على الله. مستشفيات كثيرة تعاني من تراجع مخزونات بنوك الدم، ومرضى ينتظرون قطرة تعيد لهم الأمل في الحياة لتبقى حملات التحسيس المتواصلة الحل الأنسب لاسترجاع ثقة المتبرعين.